أو لعل أكثركم يتذكر تجربة عالم النفس الاجتماعي الأمريكي آه. اليهود الأصل طبعا الشهيرة جدا في هذا الباب آه. ميليغرام ستانلي ميليغرام طبعا في فيلم موفي قبل سنوات أيضا فيلم جيد أنا حضرته مثل عن هذه التجربة أيضا مهمة هذه أصبحت يعني واحدة من الأدبيات الكلاسيكية في علم النفس الاجتماعي السوشيال سايكولوجي مهمة جداً لكن باختصار في تجربة والذي حفز ميليغرام عالم النفس الأمريكي اليهودي على أن يجري يصمم هذه التجربة كان شخصا يهوديا وبعد أن وضعت الحرب العالمية إيه أوزارها بقيها في الستينيات يعني خمسة عشرة سنة خمسة عشرة سنة والرجل كان يعيش في يو أس إيه لكنه كان مرعوبا كان عنده قلق باستمرار من أن يتكرر الهولوكوست المحرقة في أمريكا لليهود يقول له أنت مجنون انت بعقلك هذه امريكا ليست المانيا النازيه يقول لهم لا 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 هو افهم منهم افهم من الذين اعترضوا عليهم يقول ايش يعني امريكا يعني؟ ايش يعني امريكا؟ مع المانيا كانت في يوم من الايام بلدا محترما ولا صحيح لم تحرق لا الكتب ولا البشر ثم حرقت الكتب والبشر قال لهم من الذي يضمن؟ من الذي يزعم انه هنا ما في بشر ما في ناس كثيرون يمكن ان يقبلوا بان يشتغلوا حراسا لكونسنتريشن كامب او مخيم معسكر اعتقال هنا في امريكا واذا وافق ان يشتغل حارس في معسكر اعتقال انتبه خلاص الخطوه الاولى سيحرق سيحرق لن وافق ان يظلم ايه بعض الناس هكذا يعتقلون ويودعون ايه في مخيمات تركيز كما يقال معسكرات اعتقال مخيمات تركيز اذا وافق انتهى وصمم تجربه عبقريه هذه التجربه يعني اصبحت ايه ايكونيك يعني ايقونيه كما يقال تجربه ايقونيه لانه استل منها حتى هذا التعبير أنه كل شر كما يقول عالم نفس الشر الكبير ايضا على مستوى عالمي فيليب زيمباردو من ستانفورد يونيفرسيتي كل شر يبدا بخمسة 15 فولت لان التجربه بدات هكذا بس باختصار لن اذكر تجربه طويله لكن باختصار تجربه على ألف من الناس العاديين عاديين طرازيين مكتبيين سائقي سيارات خبازين موظفو بريد ناس عاديين ألف من الناس وتقريبا كان ايه ياتي بهم 50 50 كل 50 هذا ما يعرف بالتباين التجريبي اه اكسبيرمنتال فايريشنز التباينات التجريبيه يعني كل 50 يجري عليهم ايه تجارب وفق معيار محدد وفق معيار محدد طيب في الغرفه الاخرى يقال له هناك رجل في ال40 في ال50 من عمره اه صح عنده معاناه وهو يعاني كذا لكن التجربه ايه تتعلق بموضوع الذاكره نحن نريد ايه ان نوجه اليه صعاقات كهربائيه بسيطه 15 فولت كلام فارغ لا تؤثر فيه اه لكي نرى دراسه في علم الاعصاب وبعدين ايه نتدرج 15 30 45 60 75 وهكذا كل مره 15 والفرق بسيط بين 100 و115 يعني بين 115 و 130 و 15 وهكذا فالشر يبدا بايه بنيه طيبه دراسات على الذاكره بتفيد البشريه بتفيد العلم علم الاعصاب اه وبتفيد هذا حتى الانسان المسكين المختبر وفي نفس الوقت انت بتستفيد كمان ايه المتطوع وبتزيد ايه معلوماتك وخلينا نشوف فعلا بعد ذلك تزداد الصعقات 100 150 اه 200 200 وكذا يتاوه المسكين يعني اه يتردد هذا يطلع يقول له لا استمر استمر يعني صاحب سلطه عاد مين؟ العالم او الدكتور الذي يجري ايه؟ اه التجربه يقول له لابس طبعا المنتيل أبيض دكتور <applause> استاذ في الجامعه يقول له استمر لا باس لا باس هذا شيء طبيعي فيستمر المسكين 275 يعني يزداد التأوه والصياح لا لا عندي قلب يقول المسكين الاخر طبعا وعلى فكره هذه كله يعني تمثيل هو لا يصعق طبعا مش مستحيل هذا لا يسمح به ف عندي مرض القلب انا لن استمر هذا آه يؤلمني ينظر المسكين يقول له استمر على كل حال طيب لما وصلنا ايه الى 375 الحد في قاتل سمعوا صراخا أو صرخة كبيرة مدوية وصوت ارتطام ثم صمت مطبق لعله فقد الوعي لعله مات. يتساءل طبعا إيه المتطوع يا سيد فلان هل أنت بخير لا يأتيه الجواب ويأتي هذا المختبر بالمدينة الأبيض يقول له ايه استمر لا بأس استمر يقول له الآن. ما نسبة الذين استمروا أنت تساهم في قتل الإنسان تقتل انت تقتل الان جئت متطوعا ب 15 فوت أن تقتل 375 مش معقول ما النسبه؟ لا هنا في عدد تباينات عشان هيك ايه؟ وزع الالف كما قلنا ايه على الاقل على 20 مجموعه، كل مجموعه ايه من من 50 في التجارب مثلا اللي كان فيها المعيار هذا هو المعيار ايه؟ المتغير التجريبي كما يقال اللي كان فيها ايه؟ المعيار يتضمن يا اخواني يتضمن عرض رجل اخر مثلك متطوع ها؟ أه؟ واصل في الاستمرار، يقول لا لدينا مزيد من الوقت، لابد ان نواصل، نضغط اكثر، 390 تعرفون حين حصل هذا انك تشوف واحد اخر يقتل يعني معناها، واحد يبدو متخلى عن مسؤوليته محمل مسؤول على مين؟ على المختبر وعلى صاحب التجربه، هل هذا يفيدك امام الله لو كنت مؤمنا يفيدك؟ حتى امام ضميرك يفيدك هذا؟ انه اعطاك امر يفيدك هذا؟ قال لك آه هذا طبعا عند مرحله معينه الكل كان يسال لو حدث خطا لو هلك الرجل هذا او تضرر ضرر كبير ما يتحمل مسؤولية؟ يقول له المختبر انا انا طبعا نحن هنا نحن نتحمل المسؤوليه طبعا هذا يفيدك يعني لو قال لك لكن انت الفاعل انت الذي تباشر القتل او التعذيب بهذه الطريقه او التشويه في هذه الحالة يا إخواني حين كان يرى هذا المتطوع رجلاً آخر يستمر يستمر هو كم الذين استمروا؟ ستانلي ميلي جرام هذا سأل أربعين عالما من علماء النفس في اليو اس أربعين عالم كبار ذكر لهم تفاصيل تجربته بدقة وبأمانة فقالوا مستحيل الذين سيستمرون واحد في المئة واحد في المئة حتما سيكونون شخصيات سادية وسيكوباثية شخصيات مضطربة مش شخصيات عادية فهالتهم وصدمتهم النتيجة في هذه التجربة اللي كان فيها هذا المعيار المذكور قبيل قليل أو متغير التجريبي تعرفون كم الذين استمروا؟ تسعون في المئة تسعون في المئة تحولوا إلى قتلة إلى مجرمين لمجرد أن غيرهم يفعل واحد آخر قال كان أنا أفعل مثله هو يعمل مثله يعمل مثله في تجربة أخرى في تجربة أخرى ما الذي حدث؟ لا متغير اخر احد المتطوعين او المتطوع الاخر ثار لا شو هذا هذا اجرام هذا قتل لا يجوز علم كذا انا خارج انا منسحب في هذه الحاله تسعون في المئه انسحبوا عشره في المئه وصلوا واحد يقول لي اهميه القدوه طبعا في قدوه بس انت خدت من جهه القدوه اه وأهمية القدوة والأمر المعروف عن المنكر هذا صحيح بس ما خدتهاش من جهة ثانية أنه في انعطاب هنا في مشكل كبير في طبيعة تربيتنا، في مناهجنا التربوية. سواء في البيت، في الحضانة، في المدارس، في الكليات، على مستوى أي شيء. في مشكلة كبيرة. ما الذي يجعلني أفقد شخصيتي؟ استجابتي العادية كما يقال بلغة العلم. الإنسان عنده استجابات عادية. في وضع عادي، في ظرف عادي، من غير أي إغراء، من غير أي تحفيز، لا يمكن أن أفعل هذا. لا يمكن أن أتطوع بتعذيب إنسان أو قتله، لا يمكن. هذه استجابة عادية. كيف إيه يحصل في موقف معين تحت شروط معينه في ظروف معينه انني انفصل ديس انجيجمنت انفصال بصير عندي انفصال عن ايه؟ عن اخلاقي عن معاييري النورمز عن مبادئي عن قيمي لذلك يسمى ايه؟ مورال ديس هذا الانفصال الاخلاقي قال لك هذا الانفصال الاخلاقي يحصل حين ترى الآخرين يفعلون تفعل مثلهم من هنا النبي قال لا يكون أحدكم إما إما من إيه؟ من مع يقول أنا مع الناس هي الإمعة أنا مع الناس الحشر مع الجماعة عيد دست راسك بين الروس وقول إيه؟ إيه الروس مثلي مثل غيري ليش أنا متميز عليهم يعني؟ لا أبداً لا تكون إمعة تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساء الناس أن تجتنبوا إساءتهم النبي هنا يبني شخصية حقيقية وهذه شخصية المؤمن مؤمن وإما أنا بقول لك علامة استفهام كبير على إيمانك والله العظيم استفهام خطير انتبه علامة استفهام خطير على إيمانك بمعنى أن هذا الإيمان في يوم من الأيام وقد يكون هذا اليوم قريبا جدا أقرب مما تتصور وأتصور في يوم من الايام هذا الايمان سيخذلك والله ممكن تتحول لقاتل لمغتصب لمجرم طبعا في الحقيقه يعني كل يوم واخر بنشوف في النت في اليوتيوب في الاخبار بنتابع وبلا شك طبعا في عالم ايه النت والتواصل هذا كثر كثر اعتراض انباء واخبار الجرائم والفظاعات لنا كل يوم طبعا هي موجوده دائما موجودة قبل النت وبعدين لكن نوع من التواصل نوع من الإظهار نوع من إيه تعميم الأخبار بلا شك سريعة آنية تسمع أشياء مخيفة جدا أحيانا أكثر شيء يهزك ويصدمك يزعزعك يقلقلك أنك تسمع عن متدينين رجال دين طبعا اسمع عن القصص في أمريكا القصص الكاثوليك قبل سنوات وطلعوا أكثر من 500 اغتصاب الأطفال شيء فظيع ومثل أيضا عنهم إيه فيلم مشهور جدا اه ومؤثر ومهم والان تسمع عن بعض برضه ايه الائمه ائمه مساجد هذاك اليوم نحن نحكي في بلد عربي مشهور كبير اه يغتصب طفلا وبعدين حقق معاه فطلع على الاقل خمسه اطفال دون الثامنه من اعمارهم لحيه هكذا صوروه جابوه في شيء مقزز مقرف مدمر لكن انتبهوا كما قال دوستويفسكي اسهل شيء ان تنكر على أي فاعل الشر وأصعب شيء أن تفهمه، تفهم ليش؟